توفي 5 أشخاص من أسرة واحدة غرقا في سد مائي غرب صنعاء إثر سقوط سيارتهم في بحيرة شلال بني مطر. أكدت مصادر محلية انتشال جثامين 5 أشخاص بينهم طفلان قضوا غرقا عقب سقوط سيارتهم. وتحدثت عن نجاة الطفل من الحادث المروع بعد أن استطاع القفز من السيارة قبل سقوطها في السد.